في التلفزة التونسية البارح ولا العربية تسمعها tout de suite في التلفزيون. تلفزيون. أهلا سيدي في التلفزيون كما العادة إذا كما خلطتوش باش تتفرجوا على كل شيء تنجموا تلقوه معنا ولا تلقوا ريكاب على قليلة معنا في التلفزيون في توقيت هذا معالي. وأنا باش نبدل الدخلة متاعك باش نقولهم إذا كان فاتتكم عركة في التلفزة تلقوها معنا اليوم الصباح. باش نبدأ بوحش الشاشة البارحة سمير الريفي كان ضيفه الشاعر منصف المزغني وبيان سور لي كرونيكور اللي معاه. البارحة فما حديث على رجعوا بشوية على الجنازة متاع لينا بن مهني واللي صار في جنازة الغناء وتزغريت وحضور المرأة في المقبرة. صارت عركة بين سي مقداد السيلي وسي حسن بن عثمان. كيفاش بدات العركة؟ شوف طريقة الخطاب متاع لي كرونيكور في التلفزة التونسية. انا مش شعب تونسي. خليني مواطن قعدت مواطن وين المواطن يا ولدي اسمعني. انت ماكش مواطن لا بلادي يا ولدي لنوصلوا للمواطنة وللجمهورية. يا ولدي وينك انت مازلت بعيد عن المواطنة حبيبي مازلت بعيد. شو هذا المشكلة وين اسمعوني يعيشكم راهو قضية خطيرة. بالثورة وقعت ثم اقتحامات جديدة. يعني كي مات شكري بالعيد الله يرحمه هبت الناس ودخلت النساء للمقابر. هذا شيء جديد في التاريخ العربي والإسلامي. هذا شيء جديد حدث في تونس. بعد هو مع ولد أحمد قوي ياسر يهبل. بعد هو مع ولد أحمد حدث نفس الشيء والآن يكسروا في معناها في الشواهد بتاع قبر ولد أحمد الآن. يعني أنا بالنسبة لي خطورة موقف مقتدى أنا يغذي الانغلاق. أنت تخلط ودمر لها مجتمع هذا لا نسمع معناها عبارة على معمرين. هذه بداية عركة توكها. طيب باش نعطيكم العركة في أوج في أوج العركة فلا لأنه لازم نعيط بك تعيش خلت كلم تعيط 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 يا ودي من الناس قترش ما تعيط خليه يتكلم ياسم تعيط خليه يتكلم لا مش معقول يعبر على رأيه. نحن لا نسمح بالوهابيين بتهشيم المقابر وكذا غلط. ونحن لا نسمح بالنساء بالحضور في الجنازة غلط. أمورك ونحن لا نسمح بالغناء في الجبانة. أمورك أنت شهزك أنت شهزك أنا أغني على الركح مش في الجبانة. أنا شهزني يعني أنا مرأة عظيمة توفيت عجبك شيء في الجنازة مرأة عظيمة توفيت شيء في الجنازة يحترم الجنازة وأهل الجنازة وين الاحترام وسايب عليهم التنفيذ الاحترام تسيب والغناء والريق نزيم الكراكوز والسواقر تنبر يا قاعد رايد انت شنو هذا الجهل هذا المسلح جهل هذا الجهل المسلح معناه انت تتهم 12 مليون تونسي في البجال معناه انت تعمل لنا فتنه وتدير لنا مشاكل هكا فتنه قلنا كيفاش تتغير وتبدل الامور يتغير نحو الايجابي نحو الايجابي حورنا حورنا شنو الايجابي شنو لا ايجابي لا هذا فساد هذا فساد يا سيد كل شيء هزيمة امشي عدمهم امشي عدمهم برلوج عليهم معليش هذا رأي الأغلبية مش حلو أنت تنطق بالأغلبية دخلك في الأغلبية أنا واحد منهم بدون تعليق بصراحة وقت اللي معناها دو كرونيكور نجيبوهم ناس تخلص باش نحطوهم في بلاتوات باش يقدمونا الماتير هذايا باش احنا نحكيو عليها في زوم 73 مغد وصباح به مالوغوزمون هذا اللي صار بعد شوية هدى الجو سي منصف الشاعر جوستومون لي زانفيتي هما اللي هديو في الجو في اللي بين لي كرونيكور وعطى رايو في رؤساء اللي تعداو على تونس يحكي هوني على زعيم الراحل حبيب بورقيبة رئيس زين العابدين بن علي ومنصف المرزوقي والبيجي قائد السبسي. هذا رأيه في الرؤساء اللي تعدوا على تونس. من الرئيس لحبيب بورقيبة بناء الدولة بناء الدولة تأسيس يعني التأسيس وتعليم الناس تعليم الشعب وتحرير المرأة. من الرئيس زين العابدين بن علي انضباط كان يشتغل حب تونس حب تونس نعم. كان يحب تونس بن نعم. علي منصف المرزوقي أنا أعتقد أنه رئيس مظلوم أتت به الصدفة من بقايا ما صار هكذا فجأة هو نجم رغم أنفه وكان رئيسا رغم أنفه. ما تحترم فيه شيء؟ لا نحترم فيه الطبيب كرئيس لا لا يعني كان مرتجلا جدا يعني واضح باجي قائد سبتي الله يرحمه باجي يعني كان أملا كان أملا فعلا و أملا حقيقيا ولا كاذبا؟ لا كان أملا حقيقيا في تونس الحقيقية أيضا معنا لابد أن ننسب الأمور. أما منصف المزغني ما قعدش في الهدوء هذايا على خاطر من بعد شوية جابولو شاعر آخر الهادي القنبري وحكي على القصيدة متاعه وقدم قصيدة. القصيدة ما عجبتش برشا منصف المزغني وقال أنه هي قصيدة كلاسيكية وهذايا معناتها شاعر عادي دونك صارت زادة ما بيناتهم بعديك
مش احنا. لا لا مانيش في نقاش شعري. لا 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 عايش خويا لا 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 ندافع عن نفسي ندافع عن القصيدة بتاعي باختصار. انا ادافع عن ادافع عن القصيدة يا سي الهادي يا سمير. انا ادافع عن القصيدة. لا 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 ما عدناش بشوى وادافع على قصيدتي وانا احترم رأي احترم رأي الناس. انا دون احترم ما عندوش رأي. ثم ناس تعجبهم ليس برأي ثم ناس تعجبهم. تعش ما انت مستهلك مانيش علم استجارة باش تبدا مستهلك. مانيش في بواتا في الليل باش تبدا مستهلك. رأيه ارجوك. لا مش رأيه نحترم رأيه بالك وقديما ارجوك يا سيدي. ثم ناس تعجبهم وناس ثم برشا ناس تعجب. لا ما في حاليش باش نحسدك. ما في حاليك ما عندكش. ما في حاليش باش نحسدك. شو يا مصر ابدا ابدا. لا تحلم لا تحلم بان يحسدك. لا تحلم لا تحلم بان يحسدك. يا مصر فلا ما نحلمش. اركب العربيه قدميها على الوضع. ارجوك انتهي طيب جو الاخشيدي اللي قاعدين نعيشوا فيه المده الاخرانيه. عركه بين زوز شعراء بالعربيه الفصحى خرج بشويه من الاطار اللي خدمنا عليه على قليله مستوى ارقى شويه نتصور. باش نمشي بكم لنهار السبت. عبير البناني كان ضيفه نوفل الورتاني. كانت حكيت على برشا حاجات في حياتها. بيان سور هي ضيفه ديما تمشي وتعاود ترجع ما عندهاش برشا جديد ولكن يدخلوا شويه في حياتها الخاصه. فما فتره من حياتها جديد في التفاصيل بتاع حياتها هو جديد. فما فتره من حياتها حكيت عليها هاو كيفاش باش ندخل فلوس وصلت خدمت حتى رقاصة. صحيح ولا غلط؟ رقاصة بوف رقاصة جبنس لي ساميتي. فما اسمهن اسمهن دايوغ كجلا سالو كان لو في تري تري انا قلت خدمت رقاصة معناتها واضح انا ماهوش سيتي با ميتي. ساميت اريفي دو فير لا غوغو دونسوز مي تخوا فوا في حياتي بور غاني ما في وين؟ دون دي بواط او ان بوبليك. لا يعني في تونس ولا في تونس؟ لا في تونس في تونس لوكال محل. اه لو كان محمد ما في تونس معناتها نقلب انا نشتح بالقدا ونخرج ما نشربش وقاعده مع العباد نتفرج ونشتح والناس تتفرج فيا. قلت يفوك جو رونتابيليز سا. عملت بور اون توت بيتيت بيريود معناتها تري بو خاطر ما عندناش اوتوريزاسيون او فيت. اي بي فوالا سيتي ان بيتي باساج تاع اربع مرات. جوجو دونسيز معناتها لابسه عاري على الاخر؟ لا لا مش عاري. دي بتي شورت ولا انتي هو سيزا سيف ما الناس كاني خارج الناس شبيك خاصة دخلت كامل المرات زغرت شنو المشكلة. هذه نوعية أخرى من اللي يحضروا سبت واحد الحقيقة شيخة في التلفزة تونسية من الحضور بتاع عبير البناني مع احترامتنا لها كشخصية وكممثلة وكمعني إنسانة ديما الحضور متاحة في التلفزة التونسية مربوط بالتبربيش في تفاصيل حياتها القديمة وحتى الجديدة زادة كيف كيف معناها ليزانيماتور اللي تحضر معاهم ولا في لي بلاتو اللي تحضر فيهم ديما يصروا باش انهم يبربشوا في التفاصيل القديمة باش نحنا بعد نسمعوا التصريحات اللي كيما هكا. وداير مش لا بروميير فوا اللي نسمعوا لعبير البناني خدمة قبل جوجو دونسوس. باش نعطيك حاجة أخرى. عايشة تفكرتها؟ أنا منهم مقدمة متاع البرامج عايش. اللي تخدم البرة مشرفتنا في وسائل الإعلام الأجنبية. تفرجت فيها في رمضان ولا؟ لا ما تفرجتش ما تفرجش. للناس اللي تفرجت في رمضان في عايشة في الإميسيون متاعها اللي تستضيف فيها فنانين من مصر ومن دول العالم العربي تحكي بالمصري تحكي بالمصري. الناس اللي تفرجت شافت الصورة متاعها اللي هي معناتها وجهها منفوخ شوية والعبيد وقتها تنبر على بوتوكس. مريم تفرجت ولا؟ بيه الناس الكل تنبر على انه طبيب متاحة عمل لها دوزة زايدة متاع بوتوكس. اليوم عايشة بعد رمضان قديش معتها قريب رمضان الجاي دونك بعد عام من ظهورها تخرج باش تفسر علاش وجهها منفوخ وقتها. برشا ناس نقدوك وحتى على اللوك نتاعك برشا في بالهمش انت صورت بيريود وانت حبله. الوغ انا صورت بديت نصور وانا في السابع بديت في السابع بديت نصور وانا في السابع وكملت التورناج تخيلوا معناها وانا في الثامن والعباد تتفرج ويقولوا شبي وجهها منفوخ شبيها منفوخه عامله برشا بوتوكس. يظهر لي الطبيب غطشها نتاع البوتوكس مش هيدي ليه وعندها كذا وجهي منفوخ خاطر جيتي اونسانت ريت وحتى كان تبدا عندك امكانيات وتعرف طب نجم يغشوك هكا يحكي اي يقول لك شبيها وجهها ياسر منفوخ مي انت في السابع والثامن تبارك الله عليك السابع والثامن هذاك علاش كنت هكا قاعده في كرسي ولابسه هكا حاجات واسعين على الاخر وما ظهرش ظهر شويه كمان ظهر نفاخ اللي يعرف لا اما في السابع والثامن لا ما ظهرش كملت الثامن يعطيك الصحه احنا ناقشوا اليوم سبعه والثامن
و ما عادش تخليني نتفرج في التلفزيون واحد باش نحي لك التلفزيون لي. اخر حاجه باش نختم بها هو جو كنحكي على تشكيل الحكومه اللبنانيه على قليله. التشكيل نتاع الحكومه اللبنانيه صار بسرعه البرقه، نجم تعمل ايميسيون في 24 ساعه. الحكومه اللبنانيه تشكلت في وقت قياسها وتعليقه هو بالطريقه سامباتيك نتاعو. تشكيل الحكومه اللبنانيه الجديده، الله على تداول ايه ثواني في ايه ده ثواني كده. رئيس الحكومه لسه متعين، حكومه اللي بتتعمل في اسبوعين دي ازاي في اسبوعين قدر يشكل حكومه؟ ده حضر حكومه اسرع ما احنا بنحضر الحلقه. ده السيد سيشي الحريري عامل حكومه في 9 شهور. اوكي دي حاجه وحشه برضو، بس يعني ليه برضو شغل سلق البيض ده؟ ده واحنا بنحضر الحلقه هاشتاج حكومه فاشله بقى متصدر في تويتر. يعني في ناس بدات تقول هيلا هيلا وهيلا هيلا هو على السيد حسان دياب من دلوقتي، معقوله؟ لا هنا في بقى سؤال لازم نوجهه للشعب اللبناني. فيها شعب لبناني، هو السيد جبران اتأثر معاكم في حاجه؟ مركز شويه. وعلى فكره بقى مش بس المتظاهرين هم المعترضين على الحكومه الجديده، السيد سعد الحريري رئيس الحكومه السابق بنفسه مش معترف بيها. تخيلوا لحد دلوقتي السيد سعد الحريري مش راضي يدي باسورد صفحه تويتر رئيس الحكومه الجديد السيد حسان دياب. انا هم الحاج مش عارفين متاس هذه كلمة حوايج ويمشي يزمع حتى الموت باس بتاع تويتر. اتوكا جوله حلوه برشا اليوم بين التلفزه التونسيه والتلفزه المصريه. يعطيك صحه لي ميرسي بوكو. تلفزيون كل يوم تلقاوها في التوقيت هذايا. ما الحقيقه للاشاره في تلفزيون نهار السبت على شنو سهرت؟ سهرت على بين المعاهد. تذكروا البرنامج بين المعاهد ريم اللي تعدى في الوطنيه قبل كان دونك عوده بين المعاهد. كان جوله بين زوز معاهد في تونس، واحده في بنعروس وواحد في صفاقس. الحقيقه ذكريات حلوه برشا، اما التنفيذ في وعلي 9:03 دقائق. يلا خلينا نمشيو للموزيكا بعد شويه. زوم 73 ومختلف محطاتنا على في الويكاند، وريكاب عوده على اهم الحاجات اللي صارت في الويكاند.